دكتور، بصراحة العمليات الإرهابية تنشط في الأجواء الاستثنائية مثل العيد أو المناسبات. التنظيم هو تنظيم استغلالي وتنظيم انتهازي، يستغل أي ثغرة أمنية وأي فراغ، يعني أي منطقة رخوة، وهو يربط دائما عملياته بالوضع السياسي. كلما احتقن الوضع السياسي كلما ارتفع منسوب عملياته، ارتفعت منسوب عملياته، وكلما كانت هناك مناسبات. يعني تلاحظين دائما هو لديه ما تسمى بغزوة رمضان التي ولله الحمد تم إحباطها من قبل جهاز الأمن الوطني خلال رمضان المنقضي. لم نشهد رمضان، يعني لم يشهد رمضان إلا بوجود عمليات إرهابية، إلا رمضان الفائت فرح لاحظتيه لم توجد هناك عمليات. هذا نتيجة جهود استخبارية.